شركة التقنية الخضراء جرين تك هي شركة إقليمية موجودة بالخليج والأردن وفلسطين وتعنى بمجالات الطاقة النظيفة والمياه والبيئة. كان لنا الشرف بشركة جرين تك بالعمل مع ميدا على مشروع روابط وادي الأردن، ومن خلال عملنا ساعدنا عدد لا بأس به من السيدات والشباب على بناء أعمال خاصة فيهم وعلى تطوير مهاراتهم بإدارة هاي الأعمال، وربطناهم مع شركات خاصة بالأردن لمساعدتهم على إنجاح هذه الأعمال. إحنا مجموعة صبايا درسنا وعندنا شهادات، لكن مع الأسف ما عندنا فرصة عمل لحتى نقدر نشتغل ونصرف على حالنا. من خلال مشروع روابط وادي الأردن قدرنا نحصل على منحة من مؤسسة ميدا لحتى نقدر نشتري أجهزة موفرة للطاقة ونتاجر فيها لحتى تعود علينا بمردود مادي، وهذا المشروع عمل لنا دخل لحتى نقدر نصرف على حالنا. بالإضافة للمردود المادي، إحنا كصبايا شخصيتنا صارت أقوى والمشروع صقل لنا شخصيتنا، وقدرنا نشجع صبايا غيرنا لحتى يقدروا يفتحوا مشاريعهم الخاصة. الجزء الثاني من تعاوننا مع ميدا كان أن أنشأنا استراتيجية لشركة جرين تك لإدماجنا والاجتماعي، وإحنا نعتقد أنه هذا مهم جداً لقطاع العمل الأردني، ونتطلع أن تكون جرين تك مثال لشركات أخرى يحذو حذونا إن شاء الله، لأنه إدخال السيدات وسوق العمل مهم جداً لاقتصادنا الوطني. عنا بالشركة الكثير من الممارسات والإجراءات جيدة جداً للموارد البشرية، ولكنها ما كانت موثقة. مع الدعم التقني من ميدا راجعنا، عدلنا، وثقنا كثير من السياسات اللي بتشمل المهام الرئيسية لقسم الموارد البشرية، مثل سياسة التوظيف والنظام الداخلي اللي بيضمن عدالة النوع الاجتماعي، وبالتالي جذب وتشجيع كفاءات من المهندسات ليعملوا بمجال التكنولوجيا النظيفة. هاي السياسات زادت من رضا الموظفين ورفعت من كفاءتهم، لأنهم لمسوا تغيير وتنظيم أكثر وعدالة بين الموظفين.